نروح بقى لتشكيل المتوقع للنادي الاهلي لمواجهه الزمالك بكره. هيكون في حراسه المرمى كابتن محمد الشناوي من اليمين للشمال، خط ظهر نادي الاهلي عمر كمال، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم مساكين، يحيى عطيه الله هيكون في الوينج الشمال، مروان عطيه وكوكا، امام عاشور هيكونوا في خط وسط نادي الاهلي، والهجوم بيرسي تاو على اليمين، حسين الشحات على الشمال، وفي الراس الحربه وسام ابو علي. ده التشكيل المتوقع. هنتكلم طبعا بتفاصيل كتيره النهارده عن التشكيل المتوقع، خطه التبديل والتوفيق في نادي الاهلي مع محللنا النهارده. نروح لتصريحات مارسيل كولر مدير فني لنادي الاهلي، ان اللي قال ان الفريق جاهز لمواجهه الزمالك بكره في نهائي كاس السوبر المصري، وشدد على ان الفريق يسعى وبكل قوه للقب المصري أو المحلي كأس السوبر المصري. وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد النهارده بإستاد آل نهيان عشان يتكلم عن المباراة، قال إن الأهلي ما زال في بداية الموسم، بالتالي من الصعب للغاية إن هو يتم تقييم اللعيبة، هو بس بيثق وبشدة في جاهزية الجميع، وبيثق بشدة في رغبتهم في الفوز والتتويج باللقب. كولر بيأكد إن النادي الأهلي بينظر دائما إلى الأمام، لا يمكن أن يتوقف عند محطة معينة، وأنه كمدير فني يعني بيسعى دائما للفوز بالمباريات والفوز بكل البطولات، وأنه بيقاتل حتى النهاية في كل لقاء سعيا للوصول إلى هذا الهدف. كولر أوضح أن النادي الأهلي بيمتلك لعيبة على مستوى عالي جدا، لديهم من الخبرات الكبيرة، من الإمكانيات الكبيرة، والجهاز الفني دائما وابدا بيعمل على تجهيز الجميع لكل المواجهات بالشكل المناسب، بالشكل الملائم لكل مواجهه لتحقيق الاهداف التي نسعى اليها. كما شدد مدرب النادي الاهلي على ان الفريق يضم عناصر مميزه، خاصه بعد تواجد وسام ابو علي هداف الدوري، وكمان شفنا تالق طاهر محمد طاهر في مباراه سيراميكا مان اوف ذا ماتش، مما يمنح الجميع ثقه كبيره ويخدم أهداف الفريق. طيب تعالوا نشوف جزء من مؤتمر مدير فني لنادي الأهلي ونرجع لكم تاني. Die war natürlich nicht so lange, weil wir التحضير لماتش الزمالك في الفاينل بكرة، إن إحنا ما كانش عندنا وقت كبير للتحضير ده، لأن كان ماتش سيراميكا الفترة اللي بينه وبين ماتش الزمالك مش فترة كبيرة، ولكن إحنا مستعدين وفترة التحضير شايفين انها فترة كويسة. في البداية اللعيبة اللي لعبت الماتش السيراميكا ما تدربوش معانا بشكل يعني بكل التمرين، ما عملوش معانا التمرين اللي فات، ولكن جميع اللعيبة النهاردة ان شاء الله هيشاركوا في التمرين. واحنا عملنا كمان في الفترة دي كمان عملنا تحليلات للماتش وقعدنا مع اللعيبة في الفترة دي، وده يعتبر برضه من ضمن التحضيرات للماتش، واحنا مستعدين جيدا لماتش الزمالك بكره. Also wir haben eigentlich erst angefangen mit احنا في بداية الموسم لسه، وانا ارجو ان الحساب يكون في نهاية الموسم مش في بدايته. احنا لعبنا ضد الزمالك تعادلنا 1-1 وخسرنا بضربات الجزاء. المكسب الرياضة طبعا مكسب وخسارة، وكل اللي بيلعب في الرياضة عارف الكلام ده كويس، ان انت ممكن يجي لك ماتش وتخسر فيه ضربات الجزاء. احنا عندنا في الاهلي مطلوب مننا ان احنا نكسب كل ماتش، وده طبعا احنا بنعمل كل جهدنا ان احنا نسعد جماهيرنا بالفوز بكل ماتش، ولكن في ايام يكون الحظ معانا فيها وبتخسر فيها ضربات الجزاء. على العموم اللي حصل حصل، لازم نتقبل الوضع زي ما هو عليه الوضع الحالي، واحنا بدأنا نبص لقدام، وانا مقتنع تماما ان احنا جاهزين لماتش بكره ان احنا نكسب بكره كده. War immer das Ziel zu gewinnen. Und ich werde alles dafür tun. Früher war ich auf انا كمدرب وقبل كده كنت لاعب، كنت بلعب دايما على المكسب وعاوز اكسب كل ماتش. كنت انا كابتن فريقي كلاعب زي الشناوي دلوقتي، وكان هدفي في كل ماتش ان انا اكسب مع فريقي البطولات وكل ماتش اكسبه. كنت بحارب وانا كلاعب من اول صفاره الحكم لغايه
ما يصفر ان الماتش خلص، وانت كلاعب طبعا عندك ميزه ان انت ممكن تخلص الماتش بكوره. دلوقتي انا كمدرب ما عنديش الحاجه دي، ولكن انا بحضر لعيبتي كويس، بحضرهم كفريق وعارف وهم عارفين كويس ان انت هتكسب بس لما تلعب كمجموعه. اللعب الفردي هيبعدنا خالص عن هدفنا ومش هنكسب بالطريقه دي. وان احنا انا متاكد في النهايه ان الخبره والكواليتي والجوده اللي عند لاعبتنا والتحضير اللي احنا عملناه والشغل اللي عملناه كافي تماما بالتوفيق طبعا ان احنا نكسب الماتش. عارفين يا جماعه ايه المشكله بتاعت النادي الاهلي تحديدا؟ مارسيل كولر قالها، ان جماهير الاهلي بتنظر الى فريقها ان هو لازم يكسب كل ماتش، لازم يكسب كل بطوله، لو ده ما حصلش اذا نحن امام كارثه كبيره جدا. دي ازمه فريق كره القدم بالنادي الاهلي واي مدير فني هيتولى المهمه. طيب